الحمد لله. ماتش زد احنا بنلعب فريق كبير جدا، وعارفين ان احنا بنلعب فريق محترم، لكن عارفين ان التجانس في فريق زد ما وصلش للمرحله المطلوبه. نفس الموضوع عندنا، اشتغلنا بشخصيه في بدايه الماتش، عندنا اخطاء يعني مستمره لحد وتنازل، خصوصا في التحولات الدفاعيه لسه محتاجين نشتغل اكتر، الثوابت محتاجين نشتغل اكتر. رد بشكل كبير جدا على الشوط الثاني، احنا طاردين ورا بعض ماتش سموحه والماتش النهارده، واشتغلنا بعد الطاردين بشخصيه مختلفه تماما. عندي لعيبه كتير جدا لسه ما عندهمش خبرات الدوري الممتاز. في النهايه يعني بشكر لعيبه النهارده على التعب والمجهود. نزولي الملعب النهارده حصل بشكل عفوي، بتاسف عليه، موضوع يعني زعلني جدا جدا، فبتاسف.